النهاردة بإذن الله فيديو بتاعنا مهم جدا جدا، هنتكلم فيه عن فوائد الخيار لمريض السكري. هل الخيار مفيد لمريض السكري ولا لا؟ طب تعالوا نشوف ايه فوائد الخيار لمريض السكر وازاي ناخده عشان نقدر نستفيد بيه. فالفيديو مهم جدا لكل الناس، فياريت تنزلوا بس تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتشاروه لكل الناس. طب ايه هي فوائد الخيار لمريض السكري؟ اول حاجة بيكافح مرض السكر. ليه؟ لانه مليان هرمونات اللي بتحتاجها خلايا البنكرياس عشان تشتغل. خلايا البنكرياس محتاجة هرمونات، الهرمونات دي موجودة في الخيار عشان يشتغل، تمام؟ وبينظم مستوى السكر في الدم وبيكافح مرض السكر. ليه برضو؟ لانه بيحتوي على هرمونات بتظبط ايه السكر في الدم، بيفرز الانسولين وبينظم مستويات السكر في الدم. حسب دراسة اتعملت 2011 يا جماعة، لقوا ان هو بينظم السكري وبيفرز الانسولين. ومش بس كده لا، طب بيتاخد ازاي بقى؟ اول حاجة بيتاخد الخيارة ذات نفسها، اول حاجة هتجيب الخيار الكبير، دي اول معلومة. تاني حاجة هتاكليه كله بقشره، في ناس بيقشروه ده ممنوع، هتاكليه بقشره بتقريبا من نص كيلو بالربع كيلو نص كيلو في اليوم، لا تاكلي ربع كيلو ونص كيلو. ممكن بقى نضيفه للنظام الغذائي، بمعنى ايه؟ انك بتاكلي ممكن تاكلي معاه خيارة او غيره. ليه؟ لانها برضو منخفضة السعرات الحرارية وبتحتوي على بوتاسيوم ومغنيسيوم وعناصر مهمة جدا جدا لصحة القلب والعظام والبنكرياس بتحتاجها برضو. طيب يعتبر الخيار برضو في حمض الفوليك وفيتامين ألف وفيتامين جيم. القشرة الخارجية فيه غنية بالمعادن. ايه المعادن اللي موجودة في القشرة اللي بره؟ عشان انا بقولك كده تكليب بالقشرة، في معادن زي بوتاسيوم ومغنيسيوم وغيرها. بيحتوي على مادة السيليكا، وهي ايضا معدن نقي وبيساعد وبيقوي وبيعزز الانسجة الضم. الخيار يمكن ايضا ان يكون بيعالج لك مشاكل الجلد، وانت طبعا اكيد عارفة ده بيستخدموه في وصفات على الجلد، بيعالج حروق الشمس، بيعوض فقدان المياه في الجسم لانه مليان مياه. عشان كده بينصح بتطبيقه بشكل متكرر في لو عندك التهاب في الجلد او حاجه بتقطعيه وتحطيه على مجال الالتهاب. الجمعيه الامريكيه لمرضى السكري بتقول ان 1 لـ 24%، بتقول ان في 1.4 مليون واحد بيتصاب بالسكري في الولايات المتحده كل سنه، وبيزيد بشكل عام لانهم للاسف هناك بقى بياخدوا حاجات ضاره بتبوظ البنكرياس وغيره. وبيقولوا ان لقوا الناس اللي بتاخد خيار وغيره ومواد كويسه بتخفض مستوى السكر في الدم، لان الخيار فيه مواد كيميائيه مغذيه زي ايه؟ زي المواد، مواد كتير جدا موجوده في الخيار بتفرز الانسولين وبتحفز وبتنشط البنكرياس. ولقوا ان الناس اللي بياخدوه في وجبه الاساسيه بتاعتهم هو منشط قوي جدا للبنكرياس. والجمعيه الامريكيه بتقول ان الافراد المصابه بمرض السكر بيحتاجوا لان هم يتناولوا في غذائهم الياف دوت من 3 لـ 5 من الخضروات في اليوم الواحد كوجبه اساسيه. بتقول لك كده الجمعيه الامريكيه للسكر، بتقول انك لازم تاخدي الخضار من بواقع من 3 لـ 5. ليه؟ لان فيها الياف، الالياف دي احنا محتاجينها لمرضى السكر، فهي بتقلل الشهيه وبتساعد في التحكم في نسبه الجلوكوز الموجود في الدم وبتحسسك بالشبع او الامتلاء. دي ايه؟ الالياف اللي موجوده في الخضروات، واهم الخضروات والمواد اللي موجوده فيها الخيار، فيها الياف. برضو ان بيقولوا ان بيقولوا برضو ان الخيار مهم في تنظيم معدل الحموضه في الدم. ليه؟ قالوا لانه بيحتوي على مستويات قلويه عاليه، في قلويات كتير، فالقلويات دي بتقلل الحموضه وخصوصا حموضه الدم. ولقوا ان الناس اللي عندهم مشاكل في المعده بيحتاجوا الخيار بشكل منتظم،
وخصوصا فصل على الصيف. انه لقوا ان الخيار لما الناس بياكلوه بيرطب المعده وبيعالج الحموضه اللي موجوده في الامعاء. متخيله بقى انك كمريض سكر وانت كمريض سكر هتستخدمه كان هو غني بالالياف ويعالج لك مشاكل المعده من حموضه وحرقان وغيره. مش بس كده، ده ما انت ممكن تستخدمه كمان معاك ك كايه ك في نظامك الغذائي عادي. بتاخده قد ايه؟ بتاكله كله كده؟ في ناس بيقشروه، ده غلط. من واقع ربع لنص كيلو في اليوم. طيب في ناس بقى، ناس بياخدوه يا جماعه عصير، بيعملوه عصير. اه والله انا كنت عامله بيه وصفه في القناه بالخيار والحليب، حلوه جدا جدا للسكر على فكره بتتاخد. في ناس بقى بيعملوا منه عصير الخيار، ده بيشتغل كمضر للبول وحصر كلى، في ناس بيعملوها. تمام. آه، طب فوائده ايه لمرضى السكر نوع اول ونوع تاني؟ زي ما احنا قلنا بينظم لك البنكرياس وبيحفز الانسولين وبيحفز حساسية الجسم للانسولين وبينظم السكر في الدم، غني بالالياف والمواد المعدنية الكتيرة، مغنيسيوم وغيره. طيب احنا كده خلصنا فوائده بالنسبة لمرضى السكر. في ليه فوائد تانية طبعا، بينظف الامعاء وبيزيل الاملاح الزايدة وبيقلل الكوليسترول والجلوكوز والمركبات السامة. تمام. بيقلل ضغط الضغط وبيخفف التورم، لو انت عندك تورم او حاجة فبيقللها. بيساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، لو انت تخينة او وزنك زايد شوية وبتشتكي منها فهو هيقلل لك الوزن. مش بس كده، بيقوي عضلة القلب الاحتوائي على بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم. وقلنا برضو في الحموضة، حموضة الدم، بيقلل برضو، بيهدي الجهاز العصبي وبيحسن الذاكرة، بينظف الأوعية الدموية وبيسهل عمل الكبد والبنكرياس، يحفز إفراز العصارة المعدة والإنزيمات الهاضمة للطعام، بيعالج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، القضاء على الفطريات والبكتيريا اللي موجودة في الفم، والمساعدة في حصول على نفس ايه منعش. في ناس بيعملوا منه وصفة يا جماعة لو هي ايه ريحة نفس الكريهة، زيادة نمو الشعر وتقويته، وقاية الأظافر من الهشاشة، إضرار البول، وبيحافظ على صحة الكلى. بيقيكي بقى من الإصابة بأمراض معينة زي النقرس والتهاب المفاصل والاحتواء على مادة السيليكا. يا جماعة الخيار مفيد جدا بجد، بيقلل لك الدوار والصداع لأنه بيحتوي على فيتامين بي وفيه سكريات، علاج اضطراب الجهاز الهضمي كالإمساك، الوقاية من أمراض بقى زي خاصة أمراض السرطانات زي الثدي والبروستاتا، علاج الهالات السودا وانتفاخ العينين، وده بيحطوه كوصفة كده اللي بيقطعوه ويستخدموه ايه على العين على طول لو في انتفاخ، بيرطب الجسم لأنه 90% منه أصلا مية، بيحمي البشرة من التجاعيد وحروق الشمس والالتهابات. ده كل فوائد الخيار وأهميته لمرض السكر ولينا كلنا. فياريت بقى لو استفدتوا ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات وتفعلوا زر الجرس. شكرا لكم. بأمراض معينة زي النقرس والتهاب المفاصل والاحتواء على مادة السيليكا. يا جماعة الخيار مفيد جدا بجد، بيقلل لك الدوار والصداع لأنه بيحتوي على فيتامين بي وفيه سكريات، علاج اضطراب الجهاز الهضمي كالإمساك، الوقاية من أمراض بقى زي خاصة أمراض السرطانات زي الثدي والبروستاتا، علاج الهالات السودا وانتفاخ العينين، وده بيحطوه كوصفة كده اللي بيقطعوه ويستخدموه ايه على العين على طول لو في انتفاخ، بيرطب الجسم لأنه 90% منه أصلا مية، بيحمي البشرة من التجاعيد وحروق الشمس والالتهابات. ده كل فوائد الخيار وأهميته لمرضى السكر ولينا كلنا. فياريت بقى لو استفدتوا ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات وتفعلوا زر الجرس. شكرا لكم.